أيضا هنالك حاوية تسمى عندك حاوية الفلو، إما باتجاه الأفقي أو باتجاه العمودي. هذه هي الفلو بين، تستطيع أن تقوم بإسقاط الأدوات فيها إما عموديا أو أفقيا، وتبدأ تسحبها وتسقطها بهذا الشكل. فهذه الفلو بين كأنما تعمل لك فلو بالنسبة للأدوات اللي أنت راح تبدي بإسقاطها عليها. مثلا أسحب بوتون وأبدي بإسقاطها عليه بهذا الشكل، وأبدي بزيادة السايز الخاص فيه يكون عندنا بهذه الصورة. لو تلاحظ أنه الخصائص الخاصة في هذه الفلو بين أهم خاصية مهمة جدا في هي عبارة عن الالاينمنت الخاصية. راح تجد أن الالاينمنت الآن هو توب تو ليفت، يعني من الأعلى إلى اليسار. مثلا لو تعمل دوبليكيت، تقر عليه كليكين وتعمل عليه دوبليكيت، راح يعمل لك دوبليكيت على البوتون من اتجاه الأعلى إلى اتجاه اليسار. وطبعا هذا الشيء راح تبدي تستفاد منه. على سبيل المثال نفترض انه عندك في التصميم معين لبين معينة، خلينا احذف هذه ثم ابدي باخذ ضمن الكونتينر، ابدي باخذ بين احتيادية وابدي بسقاطها بهذا الشكل، ثم ذلك يعني يعتبر انه هذه عندك فت كارد معينة. اوكي، هذه نفترضها ايش، نفترضها كارد معينة. خلينا نذهب الى الافكت الخاص فيها واعطيها جلو، ثم بعد ذلك اذهب الى الستايل الخاص فيها في الباك كلر، ابدي اعطيها 000 لون الاسود، ثم بعد ذلك ابدي بتكرارها، كليك يمين عليها واقول له هنا دوبليكيت. اوكي، ولكن قبل ذلك ابدي بالذهاب الى هذه البين، ثم اذهب الى اللي اوت الخاص فيها واعطيها في المارجن في اتجاه الليفت. اوكي، في اتجاه الليفت، هذا هو اتجاه الليفت، اعطيها مقدار 5. اوكي، ثم ابدي بتكرارها، لان لا طبعا لما تتكرر عندك مع المارجن الخاص فيها. اوكي، فخلينا نبدي بتكرارها، نعمل عليها دوبليكيت ثم اخذ هذا، المفروض انه يتكرر عندك مع المارجن، نعطيه مقدار 5 ايضا، ثم اخذ من عند الدوبليكيت ايضا ونعطيه ايضا بمقدار 5. اوكي، لو تاخذ الان دوبليكيت من عنده راح يبدي ينزل عندك للاسفل بشكل تلقائي. وطبعا هي هذه فائده الفلو بين، تقوم بترتيب عندك الادوات بشكل تلقائي داخل البين. يعني تعتبر ان عمليه الترتيب في الاصل هي من الاعلى الى الاسفل ومن التوب تو ليفت، يعني من الاعلى الى الاسفل ومن الليفت الى الرايت. لو تبدي تعكس هذه العملية تجعلها مثلا bottom to left، راح يبدي تنتقل لعندك الأدوات من الأسفل إلى bottom to left. مثلا اجعلها باتجاه الرايت توب تو رايت، راح يبدي يعكس لك العملية، راح يجعلها من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل. وطبعا هي هذه فائدة الفلو، أنه تعمل فلو بالنسبة للعناصر اللي هي راح تكون عندك داخلها.